السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي نسطب ستيبل ديفيجن عندنا على الكمبيوتر. لو بصيت هنا على اليو ار ال ده رقم الاي دي الخاص بيه، فهو فتح معايا عادي بدون اي مشكلة خالص. هسيب لكم الفيديو اللي شرحنا فيه القصة دي في الوصف بتاع الفيديو دوت. طيب هنا عندي تكست تو ايمج، فهديله مثلا تكست بالشكل دوت واقول له جنريت. قبل ما نعمل جنريت في عندي نيجاتيف برومت، يعني حاجات مش عايز تظهر معايا. عندي هنا الويتس هو هنا معمول 1000، ممكن نخليه مثلا 500 في 500. تمام. هنا انت عايز كام صورة تطلع؟ ممكن تقول له 4 صور. تعال نشوف الحد الأقصى 100 صورة. تمام، طلع لنا 100 صورة هنا. طيب خلينا نقول له جنريت، هو يبدأ ياخد التكست ده ويبدأ يكون لنا صورة. الميزة ان انت لما طبعا عندك على الجهاز عندك عدد لا نهائي من الصور، تقدر تخصص. يعني هو كل موقع بيحط بعض الاختيارات، مش الاختيارات كلها. انت عندك تقدر تعمل كل اللي انت عايزه، كل اللي تحلم بيه. تقدر تسطب اي لورا بتقدر تحلم بيها. لورا هو موديل صغير بسيط ما فيهوش كل الامكانيات، لكن بيشتغل بيخصص لك الموديل الكبير. انا مثلا عندي موديل ضخم اللي هو الشيك بوينت مثلا، تسطب حاجه هنا خاصه بالفلور بلان، يرسم لنا الفلور بلان، حاجه خاصه بالانتيريور ديزاين. وفي الفيديو اللي فات برضو شرحنا ازاي نضيف حاجه زي كده او ازاي نعمل حاجه زي كده. طيب عندي حاجه اسمها سيد، هنا عندي مثلا -1 -1 ده يعني عشوائي، يعني مش محدده في حاجه. لما بيعمل صوره بيبدا هو يديها رقم، ويبقى هو ده الرقم مثلا 565644، فده الرقم بتاع الصوره. لو سبته ثابت يبقى انت كده عايزه يشتغل على نفس الصوره. يعني عندي حاجه اسمها hires.fix، ممكن اجي هنا. تمام، تقدر تقول له مثلا انا عايز اعمل اب سكيل. اب سكيل تقدر تكبر باستخدام اي واحده من دول، ماشي. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا اعمل هاير ستيب، الخطوه عايز تعمل في كام خطوه. اب سكيل باي يعني الصوره يكبرها مرتين، ولا كبرها 3 مرات، ولا 5 مرات، زي ما انت عايز. هو طلع لي الصوره بالشكل دوت. تمام، تختلف بقى حسب قوه الجهاز بتاعك. يعني هنا الرندر مش بيتم على السيرفرات، لا بيتم مع الجهاز بتاعك، فممكن ياخد وقت اطول. لكن الميزه ان مفتوح لك تعمل مليون صوره في اليوم، محدش يقول لك تعمل ايه. تقدر تسيف الصوره، تقول له سيف، او تيجي هنا بقى على الهايرز وتقول له انا عايز اكبر الصوره دي 4 مرات 5 مرات. مش هياخد نقط، ده جهازك. تمام. طيب ممكن تقول له احفظها في ملف مضغوط، عايز استخدم الصوره دي في صوره تانية، اولي صوره تانية، او ان انا عايز اخد الصوره دي وادخلها في الامبنت. طب الامبنت دي ايه؟ دي فيها شويه مزايا كتيره جدا. على سبيل المثال ممكن مثلا اجي هنا وامسح مثلا جزء معين، الجزء ده انا عايزه يرسم لي فيه حاجه معينه، اي حاجه انت عايز ترسمها. ممكن مثلا تشطب العينين دول وتقول له غيرهم لي بشكل تاني. تمام. طيب ممكن نقول له مثلا انا عايز هنا في الجزء دوت انا عايز مثلا احط فلاور مثلا. تمام، مش في الصوره كلها، في الجزء اللي انا معلمه هنا بس. تمام، فاقول له جنريت، فيبدا بقى يكون لي الصوره. هنا دي امبنت، يعني انت بترسم اللي انت عايزه. عندنا اختيارات ان انا عايز اعمل ريسايز بس، كروب اند ريسايز، اقص جزء معين، ريسايز اند فيل يغير السايز، ولو في جزء معين هيزيد هنا ما يبقاش فاضي لا يرسم لي تكمله الصوره. تمام، بلور لو انت عايز تعمل بلور للصوره، لو انت عايز انبوت ماسك، الماسك كونتنت عايز تبدله بايه، فيل مثلا. طيب وهنا بقى ريسايز تو، لو انت عايز تكبر تقدر تغير السايز من هنا، وعايز يطلع لك كام صوره. سيد ممكن بقى عشان ما يعملش عشوائي نديله نفس رقم الصوره. كل اللي بيعمله موقع النت وكل موقع المنتشره هو بيسطب الستيبل ديفيجن ويبدا ان هو يغير له الواجهه، يقدر ان هو يديله شكل اخر، يحط بعض الخصائص، ما يحطش كل الخصائص، يختار موديل معين. شرحنا ازاي تضيف موديل للجهاز عندك. كان هنا ضفت انا عندي هنا الفلور بلان والانتيريور ديزاين، بحس ان انا اعمله حاجه معماري، وبعد كده تعمل له بابلش والناس كلها تبدا انها تستخدمه.
بس طبعا لازم يكون عندك سيرفر قوي، لان مش معقول الناس تستنى وقت ساعتين على ما يعمل لك الصورة. انا خليت الماسك بلور زيرو، وقلت له الماسك موديل امبيت ماسك، تمام، هل يشتغل على الجزء اللي انا عملت له ماسك ولا يشتغل على الحاجة اللي انا ما عملتهاش ماسك؟ فقلت له لا، اشتغل على الجزء اللي انا عملت له ماسك بس. طيب انت عايز انبوت اريا هول البيكتشر ولا اونلي ماسك؟ قلت له اونلي ماسك. السامبلينج ميثود، طريقة تكوين الصورة، يعني كل واحدة من دول بيبقى ليها مزايا وعيوب وسرعة. فأنا يولر ايه ده لقيته بالنسبة لي معقول، فده اللي انا اخترته دلوقتي. تقريبا هعمل الصورة الجزء ده في 8 دقايق. فالصورة طلعت بالشكل دوت، مش هي أحسن حاجة، لكن ممكن تعمل جنريت لحد ما توصل للي أنت عايزه. طيب سيتنج هنا ممكن تظبط الصور اللي هتتعمل، تسيف فين الأوتبوت، تكست تو إيمج في الفولدر أهوت، كل الصور اللي أنت عملتها كل التواريخ، هي تقدر أن أنت تفتح كل صورة فيهم، هي أوتوماتيك بتسيف هنا. فتقدر تحدد انهي فولدرات انت عايز تسيف فيها، تقدر تعدل كل التفكير يعني ازاي هيكون الصور و في الاخر تقول له ابلاي سيتنج.